ولا حلال؟ لاديان ما هو متعارف عليه انها غاليه في الثمن، الثمن ديالها يعني ماشي في المستطاع ديال عامه الناس او في مستطاع الجميع. واش لاديان كاين الامكانيه انها تكون مجانيه؟ نعم، هذا سؤال مهم، وهذا راه بزاف ديال الامهات ملي كتقول لها ديري القبله كتقول لك ما عنديش انا باش نخلص هذا الواجب. فهنا اللي كنقولوا اننا اذا مثلا طلبت الام بالخبره وحدت المحكمه الاتعاب، وغالبا كتكون في 3000 درهم، فإذا كان في الامكان انها تخلصها راه غادي تخلصها، ما كانش في الامكان راه كنصحوها باش تلتجأ المساعده القضائيه، تطلب من المحكمه من صندوق المحكمه انه هو اللي يخلص نيابه عنها، لان ما فعلهاش، لان هنا الان راه ما ماشي نهملوا الطفل النسب ديالو ونعقدوه في المجتمع ونخلقوا واحد القنبله موقوته، هذا ما عرفنا كيفاش غادي يخرج لنا، لان الفلوس ما لان الدوله ما حلتش باش تعطي هذيك الفرصه باش يتبدل. راه كاين صندوق في المحكمه، صندوق في المحكمه الاجتماعيه، والمحكمه تبارك الله كتدخل، لان اي مقال تكتب راه كتخلص عليه، اي اجراء اي حاجه. والدوله انا ما كنتش قايل المحكمه، انا الدوله في إطار الحماية ديالها الحقوق وتطبيق الدستور وتطبيق القوانين إما الدولية أو الوطنية، راه خصها تحمي هذا النسب ديال الطفل.